السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا بالنسبه لنا درب السلامه بلوك 10 الزنقه 15 قريه الجامعه ديما كيوقع لنا هذا المشكل. احنا دابا بصيفتي رئيس الانشطه ديال الجمعيه كنحاولوا دفعنا شحال من طلبات وكل شيء وجمعنا الحمد لله لا ليست ديال الناس هنا عندنا في الجمعيه وفي المسائي كل شيء يلا غندفعوهم ان شاء الله على قبل هذا الضرر ديما كيوقع لنا يعني الاحزاب وداك الشيء كل شيء ما كيخدموش مشكله. علمنا الجماعه علمنا القايده علمنا كل شيء. هذا الصباح يعني مع 11:30 ديال الصباح تقريبا كانت دايزه واحد السيده ما عليها ما بها طاحت في هذه الحفره تقريبا وصل الماء ديالها هنا تقريبا كانت غتغرق لولا الاخت ديالي كانت حاضره وكان حاضرين شي ناس دابا الحمد لله اللي عتقوها وغسلوا ليها ودوشوا لها وعطاوها حوايج باش مشات حتى هي. وهذا الشيء اللي كاين راه بزاف راه تقريبا 3 سنين و4 سنين ولا راه حنا كندفعوا الشكايات والو ما داروا معنا حتى شي حاجه. وهذا الشيء دائما كيجيو كيرقعوا القوادس وكيبقى المشكل راه خاص اعاده الهيكله ديال السيكتور كامل. الخضره ديالها راه ما عطيتش هاد القضيه ديالها ها تعال اللحم ديالها ها ها اسمح هاد كل شيء كاع ها هاك كلشي نجاب بروحها عينا ما عينا ما مزيك كلشي ها ماشي دوم ما يدخلوا اعطاء الجمعيه. هاد السيد هذا جا كاميو طلع مارشاريان ضربها وزاد فرقع القادوس. هو نورمالمون القادوس ما كاينش هنا. ها القادوس فين كاين؟ فين كاين؟ هذا خاص يخوي هنا ولا جوج لاكراج. دابا هذا ملي تفرقع ولا هذا عمر ولا يفرقع هنا. السيده غاده ما بها ما عليها حتى هبطت. انا راه غادي نجيبها الخبز حتى بانت لي يديها كديرها صدمت جيت كنجريها الريس جريتها طلعتها.